الصلاة والسلام على رسول الله وبعد، أبناء جامعة الشهداء نحييكم بتحية المرابطين في القدس والمسجد الأقصى وكل بقاع فلسطين الطاهرة المحتلة، تحية الشهداء والأسرى والمشتبكين من نكلوا من أبناء هذا الشعب العصي الثابت. نقف بينكم اليوم بعد هجمة شرسة قامت بها قوات الاحتلال ضد أبناء جامعة بير زيت وحركتها الطلابية، هجمة طالت سكرتير لجنة التخصصات في مجلس الطلبة الأخ عبد الغني فارس وعضو مؤتمر مجلس الطلبة أحمد تركمان ورئيس مجلس الطلبة السابق يحيى القارون والطالب أحمد صالح وأنس الرماوي وأيهم البرغوثي وموظف الأمن في الجامعة عبيد البرغوثي. أتت هذه الاعتقالات ضاربة بعرض الحائط كل الاتفاقات الدولية التي تشرع للطلبة الجامعيين ممارسة عملهم الطلابي والنقابي بكامل الحرية، وإننا نعلنها من هنا أن طريقا بدأ بعون الله وفي سبيل خدمة الطلبة والعمل على مصالحهم لن نتراجع عنه مهما كان الثمن المدفوع ومهما كانت التحديات والعقبات، فعهد الأحرار دين في رقابهم، وأبناء بير زيت أثبتوا في كل مرة أن الضربات تزيدهم بأسا وصلابة وبذلا. أبناء بير زيت، لأن بير زيت كانت ولا زالت صوت الحق الصادق في هذا الوطن، فلا بد أن نعلي صوت كل بقعة مقاومة في هذه البلاد، فمسافر يبطة وقرية البويرة تواجه الإخلاء والهدم والتنكيل صامدة غير متنازلة عن حقها الشرعي، رافضة كل أشكال الاستعمار والسيطرة، كل غريب نابذة كل غريب يحاول الاستيلاء على شبر منها. ومن هنا ندعوكم يا أحرار بير زيت أن تعلوا صوتكم وأن تكون لكم وقفتكم المعهودة، ففلسطين من بحرها إلى نهرها ومن شمالها إلى جنوبها خالصة للشعب الفلسطيني ولأبنائه المقاومين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوانكم في مجلس طلبة جامعة فلسطين. يا صاحبنا لا تتبع الجمال والجنة موعدنا، يا صاحبي معك على الموت يا عمر، يا صاحبنا لا تتبع. الحزن لا يثمر بل يثمر الغضب، والصمت ثلجي فليولد اللهب، والراكدين خلف سحابة الغيم الشديد يا ليتهم لو يدركوا كم تكذب السحب. باسم فلسطين كاملة التراب المقدس، باسم شهدائها وأسراها وجرحاها، باسم المقاومين القابدين على زناد الرصاص المقاوم، راسمين درب الحرية وماسحين بزنادهم دروب الرصاص المساوم. في هذا الشهر تحديدا، شهر اغتيال الأمين العام للجبهة الشعبية قمر الشهداء صاحب مقولة عدنا لنقاوم لا لنساوم، أبو علي مصطفى الذي اغتاله الاحتلال منذ أعوام عديدة ظنا منه أن ضرب الكفاح سينتهي، فتنبت روحه فينا قبل 4 أعوام في عين بوبين، وصارت في نفس الشهر كتائب الشهيد أبو علي مصطفى على خطاه. في هذا الشهر نستذكر زملائنا ونخص بالذكر نسورنا أبناء الطلابي يزن مغامس منفذ عملية عين بوبين البطولية، والرفيق الأسير سيد الصليات نظام مطير صاحب البندقية الحرة. واليوم نستذكر امتداد فكرهم ووعيهم في رفاقنا داخل التحقيق منذ أكثر من شهر، وهم رفيق درب الشهيد ظافر الرماوي الرفيق ابن القطب الطلابي أنس الرماوي، والرفيق ابن القطب الطلابي تامر رمضان، والرفيق الأسير المحرر ابن القطب الطلابي أيهم البرغوثي، الذين ما زالت قوات الاحتلال تعتقلهم في أكبيات التحقيق لما يزيد عن شهر. ونقول أن هجمة الاحتلال المتجددة الشرسة لن توقف امتداد جبهة الرأس بالرأس وكاتم الصوت، كما اعتقال إخوتنا في الكتل الطلابية الأخرى
والتي كان آخرها اعتقال سكرتير لجنة التخصصات في مجلس الطلبة الطالب عبد الغني فارس والطالب أحمد تركمان والطالب أحمد صالح. ونذكر أمن الجامعة عبيد البرغوثي ونقول أن هذه هي الوحدة الحقيقية في الأرض والميدان أمام الاحتلال. وإنما يحدث اليوم من حالة مقاومة متصاعدة في الضفة الغربية هي مجرد حالة طبيعية وامتداد طبيعي لهذا الشعب الحر ومقاومته الباسلة بكافة أشكالها وعلى رأسها الكفاح المسلح الذي يرسم لنا طريقا جديدا في خطف رؤوس المستوطنين الحاقدة وإعادة الضفة الغربية جبهة حربية مشتعلة في وجه الاحتلال المستوطني. ونؤكد على ضرورة وجودنا كطلاب وطالبات في جميع الفعاليات الوطنية الرافضة لقرارات الاحتلال في محاولة الاستيلاء على أراضي المواطنين في مسافة ريطة وقردة البويرة، وأن محاربة هذه المحاولات في اقتلاء الناس من أراضيهم والرد عليها هو واجب علينا، فنحن نقاوم معا لنحيا معا. نستنكر ما قامت به أجهزة أمن السلطة المضايقات على المقاومين في شمال الضفة الغربية وتحديدا في مدينة طول كرم ومخيمها وقيامها بإطلاق النار تجاه أفراد كتيبة مخيم طول كرم بعد إزالة الحواجز الموضوعة على مداخل المخيم التي تمنع توغل الاحتلال داخل المخيم، وأن أفعالها هذه انتهت باستشهاد المواطن عبد القادر زقضح. ونعيد تأكيدنا الراسخ دوما بأن دورنا الطبيعي كطلاب أن نكون العمود الفقري لهذه المقاومة على نقاط التماس وفي الأراضي المهددة بالمصادرة والوقفات الصارخة باسم الأسرى المرضى مثل الرفيق وليد دكة والأسير عاصف الرفاعي والأسرى المضربين على الطعام. وإنما يحدث مع الرفيق عاهد بغلمة من العزل المستمر وإرجاعه للتحقيق من جديد هو دورنا الأساسي، فنحن طلبة الحرية قبل طلبة العلم. المجد كل المجد للشهداء، الحرية لأسرى الحرية، الشفاء العاجل للجرحى، وإننا حتما لمنتصرون، رفاقكم ورفيقاتكم في الكتب الطلابي. يما يطيب السجن والعمر ما أحلام لما يكون الأسر مهرب سبيل الله. يما بسم الله الرحمن الرحيم باسم الصادقين الثابتين الراسخين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وإمام المجاهدين سيدنا وقائدنا محمد البر الأمين. يا أيها الأحرار في زمن السلاسل والسجون، يا من غرستم في فؤاد القهر رمحا كان يسقيه المنون، ركع الأكابر والأصاغر عند أبواب العداء لكنكم لا تركعون. أنتم صهيل النصر، أنتم كبرياء الجرح، أنتم تؤمنون أن اليهود بأرضنا قوم هزاة عابرون وسحابة صيفية جاءت لترحل مثلما رحل الطغاة الأولون. سلام للمقاومين الأبطال رجال الميدان والقول الفصل من مرغوا أنف المحتل بالتراب وسطروا بتضحياتهم ودمائهم معاني العز والفخار. سلام للأسرى الأبطال رمز الحرية الباقي لجراحهم التي لم تجف ولعيونهم التي لم تذق النوم ولإيمانهم الراسخ بأن ليل الظلم لا بد إلا أن يزول. أما بعد، إننا في الكتلة الإسلامية نستنكر الهجمة الشرسة التي تقوم بها قوات الاحتلال تجاه طلبة وموظفي جامعة بير زيت الأحرار باعتقال كلة منهم، والتي كان آخرها حارس بير زيت الأمين
عبيد البرغوثي، ونبرك تحية إجلال وإكبار لمن سبقوهم، لرئيس مجلس الطلبة السابق يحيى القارون، ومنسق الكتلة الإسلامية أسامة أبو عيد، والرفيق أنس الرماوي، والطالب أحمد صالح وأحمد تركمان، والرفيق أيهم البرغوثي، ومن عرفتموه وعرفته دائرة التسجيل والقبول جيدا سكرتير لجنة التخصصات في مجلس الطلبة، والمعتقل السياسي السابق الأخ عبد الغني فارس. وها هم أسران البواسل الأبطال الذين يخوضون معركة مفتوحة مع سجانيهم، هذا السجان الجبان الذي يضغط بكل جبروته ليكسر شوكة الأسرى، ولكن هيهات هيهات، فأسرانا جدار عصي على الانهيار. ولا ننسى أن نبرك التحية إلى أهلنا في مسافر يطا والبويرة، هذه الكرة التي تواجه الإخلاء والهدم والمصادرة من قبل كيان الاحتلال المزعوم، هذا الكيان الذي يدعي أحقيته في الأرض بينما يملكها أجدادنا منذ مئات الأعوام. وعليه فإن رسالتنا لهذا المحتل المجرم قلناها سابقا وسنبقى نقولها: ازرعوا الخوف، لن تحصدوا إلا التحدي. ازرعوا الهدم والتشريد والمصادرة، لن تحصدوا إلا الثبات والتشبث. ضيقوا على الأسرى في سجونهم، لن تحصدوا إلا خيبة مساعيكم. شعبنا الحر البطل الثابت على مبادئه ومقدساته ولن يخضع لهذا المحتل الجبان، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إخوانكم وأخواتكم في الكتلة الإسلامية. سجنك حلوة وبقيها الهلاهل، والسلسانة جمع بطال الهلاهل. فليحرقوا كل النخيل بساحنا، سنطل من فوق النخيل نخيلا. فليهدموا كل المآذن فوقنا، نحن المآذن نسمع التهليلا. يا جامعة بير زيت، يا منبع الشهداء والأسرى، يا إخوة الجواد والظافر، هذا زمن الثبات يا بير زيت. إننا نتعرض لعملية إبادة جماعية، فإما أن نقف معا أو نموت جميعا. إننا أمام حالة نهوض ثورية تعم الضفة الغربية، واستبسل الشباب في الدفاع عن مدنهم وقراهم ومخيماتهم، ويعدون ما لديهم للحظة المواجهة على امتداد الوطن هذا العدو، ويحاول من خلال حملات الاعتقالات الممنهجة في كسر الحالة الصاعدة، ومنهم طلبة جامعتنا جامعة بير زيت الذين يستبسلون ضمن سياقاتهم الثورية والأكاديمية لصد العدوان عن شعبنا. في الأمس قام الاحتلال الغاشم باعتقال ذلة من زملائنا الطلبة، ومنهم الرفيق أنس الرماوي وأحمد الصالح، والرفيق أيهم البرغوثي وأحمد تركمان وتامر رمضان، ورئيس لجنة النشاط التخصصات عبد الغني فارس، وموظف أمن الجامعة عبيد البرغوثي، لنضغط جميعا من أجل زملائنا الذين يكفعون في باسترات العدو الغاشم، من أجل مسافر يطا وقرية البويرة اللتان تصارعان الاحتلال، من أجل التمسك بالأرض رغم العذابات والتهجير القصري اللذان تتعرضان له بشكل يومي، وحصار المضايقات من الاحتلال وترحيل السكان قصريا. فإن هذا ليس سوى قرار استيطاني يهدف إلى السيطرة والاستيلاء على أراضي المواطنين لخدمة المشاريع الاستيطانية. ولا ننسى شمال الضفة الثائر والمشتعل نارا ورصاصا على العدو. ونكرر قول سماحة السيد حسن نصر الله: إن إسرائيل هذه
التي تمتلك أسلحة نووية وأقوى سلاح جوي في المنطقة، والله والله أنها أوهنة وأضعف من بيت العنكبوت. في النهاية نرسل رسالة واضحة من قلب جامعة الشهداء للمحتل الغاشم، أن جامعتنا ستبقى سدا منيعا أمام كافة ممارساتكم، وستبقى مدرسة في النضال الوطني، وسنكون طلبتها شعلة لننير درب الحرية والتحرر. النجد والخلود شهداء الأبطال، الحرية الفرسان الحرية، الشفاء للجرحى، الخزي والعار للعملاء المتخاذلين، وكل من يقبل أن يكون أداة لهم. رفاقكم في كتلة اتحاد الطلبة التقدمية. وتحديدا على جروب الجامعة، ها أنا اليوم
أقف أمامكم وسطكم طالبة عربية فلسطينية مسيحية، ولم أظن في يوم من الأيام أنني بحاجة أن أعلن عن نفسي بديانتي وسط شعبي. ليس وكأنني لا أفخر بها، ولكن لماذا أفخر وأنا من المفترض أن أكون وسط أهلي ومجتمعي ومحيطي وبين رفاقي وإخوتي وأصدقائي الذي أعتز وأفخر بهم؟ أقف هنا لأقول أن من لم يستطع الاحتلال فعله على مدار أكثر من 75 عاما، اليوم هناك من يحاول تثبيته في هذه الأرض ليخلق انقساما جديدا، وكأننا كشعب محتل ينقصنا المزيد من الانقسامات. أنا أحزن كما يحزن الجميع أن ارتقى أحد الشهداء أو تعرض، فلسطيني ما أو عربي ما أو حر ما، لأي يد من قبل مستعمر أو محتل. ولا أنظر لدين المعتدى عليه والمظلوم لأقول أنه يستحق رحمة الله أو لا يستحقها. أنا ابنة هذه الأرض، خلقت من طينها وترابها، تعلمت في مدارسها وتربيت على حب المسيح الفدائي الأول وكلمة الحب والتسامح في الأرض. ولن أقبل بأي خطاب سواء كان إسلاميا أو مسيحيا يحض على العداء والكراهية والفرقة بين أبناء الشعب الواحد. أن عدونا واحد لا يفرق بين مسلم ومسيحي، فمن اقتحم الأقصى في رمضان ولم يحترم حرمته هو نفسه من اقتحم واعتدى احتفالات سبت النور وأحد الشعانين في القدس. وهنا أختم كلمتي بالقول الشهير الذي قاله معلمنا وشهيدنا الرفيق البطل أحمد الكيلاني، بأن الدم الفلسطيني لا يتجزأ ورصاص العدو لا يفرق. وعليه نرجو من الجميع مراقبة خطابه وآلية عرضه، لا تجعل من هذا الموضوع مدخلا يمهد لنزاعات وعداوات الكل بغنى عنها ولن تجلب لنا إلا الدمار والفرقة. وأقول للبعض يا ليتكم تركزون على عدوكم بقدر تركيزكم على خلق الفتن والصراعات. المجد للشهداء، الحرية للأسرى، الشفاء العاجل للجرحى، المجد للمقاومة. وإننا حتما لمنتصرون رفاقكم ورفيقاتكم في كتلة الوحدة الطلابية. سجن مدوه لبعثني وسنة الله المحن الصبر يا أمي.